احنا بنتكلم دلوقتي عن مباراة مهمة جدا لنادي الاهلي النهاردة. كل متابعي الكورة وخاصة جماهير نادي الاهلي منتظرين هذه المباراة ما بين الاهلي والوداد المغربي، هتكون الساعة 9 على ارض استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا. في الحقيقة في تفاصيل كتيرة قوي عايزين نعرفها عن المباراة، ازاي هيتعامل كولر مع المباراة وايه التكتيك اللي ممكن يعتمد عليه ومين هيكون اقرب لحسم لقب البطولة ان شاء الله. احنا طبعا كل ده اكتر هنعرفه من سعيد علي الناقد الرياضي اللي منورنا النهاردة في صباح الخير يا مصر. صباح الفل عليك، ان شاء الله يبقى يوم حلو كده وننبسط كلنا ونفرح في اخره. صباح النور عليك استاذ سانت، ان شاء الله باذن الله يكون صباح الخير يا سعيد. اهلا بيك استاذ شاذلي، ان شاء الله يكون يوم للنادي الاهلي و خطوة نحو اللقب المستحق بإذن الله. يا رب يا رب إن شاء الله. إن شاء الله. طيب هل الأهلي مستعد لهذه المباراة؟ بالتأكيد باستثناء غياب محمد الشناوي، هو غياب مؤثر جدا. النادي الأهلي في حالة معنوية وحالة فنية جيدة جدا جدا، تخلي الخصم يدخل المباراة وهو الطرف الأكثر حذر والأكثر تخوف. دوافع كبيرة عند لاعبي النادي الأهلي من الموسم الماضي بعد الهزيمة من الوداد في نهائي الأبطال بشكل استثنائي وتغيير وتعديل نظام البطولة وإقامة النهائي على أرض في مباراة واحدة من نظام يحدث للمرة الأولى، فبالتأكيد هي فرصة عظيمة للنادي الأهلي، مش هقول للصقر ولا للانتقام زي ما مدرب الوداد قال، ولكنها للنادي الأهلي يسترد حق مسلوب بشكل غير شرعي وبشكل غير قانوني. إن شاء الله بشوف النادي الأهلي الطرف الأكثر أو الأوفر حظا إن شاء الله للفوز بالبطولة والفوز النهاردة وتقديم نتيجة جيدة. طيب الشناوي للأسف مصاب، مين اللي ممكن يحل مكانه النهاردة؟ وهل دي نقدر نقول عليها وقفة بقى، ممكن نقف مع النفس عشان خاطر يبقى عندنا دايما بدايل قوية في حال إصابة يعني أحد اللعيبة الأقوياء عندنا؟ وقفة مع النفس قبل ما نخش في تفاصيل مباراة النهاردة مهم جدا. من بدري النادي الأهلي تأخر بشكل غير عادي في تدعيم مركز حراسة المرمى، ده أثر بشكل سلبي على مستوى محمد الشناوي اللي تذبذب في فترات كتيره وتراجع في فترات كتيره جدا بسبب غياب المنافس اللي بيدفعه للتحسن والتطور والتركيز الدائم. ومن ثم النقطه اللي حضرتك بتتكلمي عليها انه يسد القصور لو غاب في مرحله مهمه زي دي، فبالتاكيد سواء الحارس النادي الاهلي النهارده تالق ان شاء الله يتالق ويقدم مباراه كويسه او لم يحدث ذلك، النادي الاهلي تاخر. وكان شاذلي كان بيقول دي فرصه العمر يعني. اكيد طبعا. واحيانا الاقدار بتلعب دورها، بالتاكيد بتلعب دورها علشان تدي فرصه لانسان بيجتهد بيتعب ويقدم نفسه. وخلينا اقول ان علي لطفي، سواء علي لطفي او مصطفى شوبير، الاثنين عندهم الامكانيات ان هم يقدموا مباراه جيده. احنا عارفين مين اللي هيحل مكان الشناوي النهارده ولا لا؟ مفيش حد يقدر يقول دلوقتي في اللحظه دي كولر قرر مين، ربما كولر وحده وجهازه الفني قرروا مين. هتلاقي يعني المعلومات اللي خارجه من معسكر النادي الاهلي ان مصطفى شوبير هو الاقرب، لكن انا شخصيا برجح حتى اللحظه دي ان هيكون علي لطفي هو الحارس، وان كولر هيميل لعلي لطفي لانه اكثر خبره في التعامل مع مواقف صعبه زي دي. صحيح مصطفى شوبير لعب اخر مباريات، اخر مباراتين ثلاثه في الدوري، فبالتالي وجهه النظر اللي بيكونها الراي العام دلوقتي ان هو اجهز، لكن في مركز حراسه المرمى بالتحديد انت مش عايز حد بيلعب طول الوقت عشان يوصل لفورمه معينه. هو حارس مرمى انت عايز حارس قادر على التعامل مع المواقف، خاصه ان انت بتقابل خصم مش هيهاجمك كتير، هو المواقف اللي اتعرض ليها هتبقى قليله، بس هي محتاجه حد متمرس. يعني حارس المرمى محتاج تكتيك معين، محتاج عقليه اكتر منها جوانب بدنيه زي مراكز اخرى. يعني لو انت بتتكلم عن مهاجم او لاعب نص ملعب، فبالتالي محتاج حد رجله في الملعب بيلعب بشكل متكرر، لكن في مركز الحراسه بالتحديد لا، انت محتاج النهارده الحارس الاكثر خبره. فعلي لطفي جاهز صحيا، الحاله الطبيه تمام، يبقى هيكون حارس نادي الاهلي النهارده، ده في تقديري انا الشخصي. طيب الوداد مميز جدا في الهجمات المرتده وسريع في الهجمات المرتده، وفي نفس الوقت الاهلي سريع في الهجمات المرتده لكنه لا يحسن انتاج هدف من الهجمه المرتده، لا يحسن استغلال الهجمه المرتده بالشكل الامثل. ازاي كولر هيتعامل في البدايه مع هجمات الوداد المرتده؟ يمكن انا كولر شفنا في الفترات الاخيره حصل معاه تغيير كبير في شكل النادي الاهلي فيما يتعلق بسياسه المغامره او فلسفه ان هو يبادر بشكل هجومي او يندفع بعدد كبير. كولر ما بقاش يعمل ده، حتى في المباراه الاخيره او في الدور الاخير امام الرجاء البيضاوي كان في حرص شديد جدا جدا في التقدم، ساب الكوره لفترات طويله للرجاء استحوذ عليها، وكان الناس كلها بتتعجب ازاي الاهلي سايب الكوره بالشكل ده، لكن في النهايه هو بيتبع فلسفه الصبر هي اللي بتصلح لمواجهات زي دي. النهارده انت بتلاعب خصم
ميزته الأولى التنظيم الخططي. فريق يتكتل بشكل جيد جدا جدا، بيدافع بكثرة، عدد كبير جدا في الثلث الأخير، فده هيبقى مرهق ليك، ويبقى هدفه زي ما انت قلت ان هو يجرك انك تندفع وانك تقامر وانك تطلع بعدد كبير عشان يروح للسلاح المرتده اللي انت بتقول عليه. لكن في النهايه كولر مش الشخص ده، او مش المدرب اللي بيفكر بالطريقه دي. مش هيندفع، هيبقى صبور جدا جدا، بالعكس هيسيب في فترات الكوره للوداد، وهو عارف ان فكره استقبال هدف بالنسبه له هتبقى مضره جدا جدا في الاياب، عشان كده مش هيندفع، مش هيسيب مساحه، وهيكون عنده صبر كبير. واعتقد انه سياسته في الفترات الاخيره انه مش محتاج كم فرص كتير عشان يسجل هدف، بمعنى انه قادر بكره طوليه يستغل تحرك ذكي من كهربا، قادر بجهد فردي او بمراوغه من بيرستا وانه يكسر خطوط، قادر يسجل من بره كمان حتى هو قال لهم يعني هو بيقدر يسجل من لا فرصه. دي ميزه كولر في الفترات الاخيره. فبالتالي انا بشوف ان هو هيبدا المباراه بحرص شديد جدا، مش هيندفع. اذا حصلت لمحه فرديه وقدرنا نخطف، هيبقى يساعد النادي الاهلي في انه يسحب الوداد شويه لقدام ويدفعه لتغيير الاستراتيجيه اللي بيلعب بيها، فبالتالي يبقى عندنا مساحه اكتر ان احنا نسجل. اذا لم يحدث هيؤجل المغامره وهيؤجل الاندفاع للثلث الاخير من المباراه بعد الدقيقه 60. اذا استمر التعادل ممكن نشوف التحول في الاستراتيجيه، ممكن نشوف اندفاع شويه للبحث عن هدف التقدم، لكن مش هيبدا بمغامره ولا هيبدا بتكثيف في الجانب الهجومي. مين اللعيبه اللي كولر هيعتمد عليهم في وجهه نظرك؟ اعتقد النهارده ان اكثر الاوراق كولر بيفكر او بيرى انها قادره على انه تمنحه التفوق بيرستاو ومحمود كهربا بالتحديد، لانه ده متعلق. هو دايما كولر بيحب يعني يعتمد اكتر على كهربا وبيرستاو. هو في الفتره الاخيره بيعمل ده، لكن هو بصراحه كولر بيدرس الخصم اكتر وبيدور على نقاط ضعفه. وبنشوف الوداد واحده من اكبر الثغرات اللي حاصله عنده اللي بتشوفها في طريقه لعبه، انه في مساحه دايما ما بين الظهير الايسر يحيى عطيه الله والقلب الدفاع اللي بيلعب وراه زولا، بيبقى دايما الحته دي فيها فراغ. عطيه الله بيتقدم كتير وبيسيب مساحه، فبالتالي انا بشوف ان كولر هيبقى محضر قوي انه ازاي بيرستاو يدخل العمق كتير في المنطقه دي، وازاي محمود كهربا ايضا يميل فيها عشان خاطر يعمل الكثافه في المنطقه دي. فاعتقد انها هتبقى منطقه خطوره للنادي الاهلي، وانه يقدر من خلالها ان شاء الله يستغل القصور اللي حصل فيها عند الوداد ويسجل فيها. واعتقد ايضا طبعا بالتاكيد حمدي فتحي واحد من اهم الاوراق، لكن 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 هيبدا بيه ولا هيأجل السيناريو؟ لو سالتني انا عن وجهه نظري هقول لك افضل نفس السيناريو الرجاء، رغم اني في مباراه الرجاء كنت قاعد زعلان طول الوقت، انت ازاي لحد دلوقتي ما بتلعبش بحمدي فتحي؟ لكن اكتشفت لاحقا انه كان مؤجل الحسم للتلت الاخير من المباراه، وفعلا كانت وجهه نظره صح، وكنا كلنا غلط، يمكن كنا كلنا هاجمنا كولر في الشوط الاول، انت ازاي ما تلعبش بحمدي فتحي؟ ليه حمدي فتحي دخوله في الوقت ده بيبقى مهم؟ لان انت بتستغل تراجع بدني حاصل عند الخصم، وبالتالي بيبقى عنده قدره ان هو يلاقي المساحه وان هو يتقدم في الوقت ده. لكن لو انت ما احتفظتش بيه وبدات بيه وغامرت بيه، هتبقى الحلول عندك على الدكه ضيقه، قدرتك على التطوير محدوده. فبالتالي انا ارجح ان يكون حمدي فتحي النهارده على الدكه، وانه يبتدي بعمرو السوليه مع عليو ديانج في المحاور في قدام مروان عطيه. طيب ياسر ابراهيم في الدفاع ولا محمود متولي؟ في بعض الناس يقولوا لا ياسر ابراهيم لانه قوه بدنيه، قادر على الالتحامات وقادر على التعامل مع العرضيات كمان. هو مش عارف، انا اسف النهارده ان انا دايما هتلاقيني بختلف مع وجهه النظر العامه، يعني هم وجهه النظر العامه رايحه لمصطفى شوبير. انا وجهه النظر العامه رايحه لمصطفى شوبير، فانا رايح لعلي لطفي اكتر. برضو وجهه النظر العامه بتشوف ان ياسر ابراهيم في الكرات الطوليه الوداد مميز جدا جدا في الكرات العرضيه. ايوه الوداد بيسدد من بره ال 18 نقاط قوته. طيب لكن انا بشوف ان محمود متولي افضل. ليه؟ لان اولا قدره الوداد على الوصول لمرمانه هتبقى قليله جدا، يعني هو الوداد مش هيهاجم بكثافه، مش هيبحث ان هو يتقدم، فالكم الكرات العرضيه المنتظر مش كبير، ومش هو اللي يخليك تتخلى عن كل شيء علشان تبقى حذر من النقطه دي. بس بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا محمود متولي مهم جدا في عمليه البناء والتدرج بالكوره، الخروج بالكوره، كمان زي ما ذكرت في البدايه ان احنا واحده من النقاط القوه اللي لازم نستغلها عندنا او نقاط الضعف في الوداد، ان احنا نلعب كرات طوليه في المساحه ما بين الظهير وقلب الدفاع في الجهه اليسرى بالتحديد عند يحيى عطيه الله. فانت محتاج اللعيب اللي عنده دقه التمرير الطولي زي ما متولي عملها في المباراه الاخيره امام سيراميكا لحسين الشحات،
هو افضل لاعب يعمل كره طوليه من تحت، ذكي جدا في الخروج بالكوره، وانت مش محتاج يعني النهارده اهم حاجه تخلي الاهلي يقدر يصنع فرق وان هو يكسب وان هو يسجل، انك ما تستناش الوداد يرجع يدافع، بمعنى انه بيعمل حاجه مهمه جدا. النهارده عنده الجناحين ونجم في اليمين والمترجي في اليسار، بيرجعوا ياخدوا مكان الظهرين، والظهرين بيدخلوا قلب الملعب، بيبقى خط الدفاع 6 مدافعين، فبيبقى الموضوع صعب مخنوق جدا. طب انت عشان تخلص من ده تعمل ايه؟ بيبقى فيه سرعه في النقل والتمرير الطولي قبل ما يتمركز هو بالظبط، قبل ما يحصل بالشكل ده، فانت محتاج تعمل دي مره واثنين وثلاثه. مين هيعملها؟ اعملها ممرر جيد. فغياب محمود متولي بالنسبه لي هيبقى يعني التقليل من قدرتنا على ان احنا نخرج بالكره بشكل كويس، وان احنا نصنع خطوره، وان احنا نعمل التمريرات الطوليه. وزي ما قلت لك الوداد لو احنا حذرين من الكرات العرضيه فهو مش هيهاجم بالكثافه ولا بالكثره، ومحمود متولي مش اللاعب السيء اللي يخليك متخوف قوي قوي من وجوده في الكرات العرضيه. فانا شخصيا ورغم ان الاغلبيه رايحه لياسر ابراهيم وهو الاقرب ياسر ابراهيم وفق المعلومات، انما انا شخصيا ارجح وبشوف ان الصواب ان محمود متولي النهارده يكون بادئ المباراه، وياسر ابراهيم يكون في مباراه الاياب اللي هي هيكون فيها كثافه هجوميه اكتر للوداد. طب بما ان المباراه على ارضنا، الوداد هيحاول على الاقل يطلع متعادل، يعني اقل ما فيها، كولر هيعمل ايه عشان يقفل عليهم الحته دي؟ يعني ايه اللي ممكن يعمله عشان خاطر يطلع كولر لا احنا عايزين نفوز هنا؟ انا بشوف ان الوداد رغم انه جاي حذر، وفاندن بروك واحد من المدربين الحذرين جدا 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 واللي بيأجلوا المغامره لوقت متاخر، يعني ممكن مش هنشوف الوداد بيحاول الا بعد الدقيقه 60. وبالمناسبه هو هيدافع وهيحاول في فترات يمسك الكوره، يحاول يفاجئك بان هو عايز يطلع بالكوره، مش عايز يستسلم تماما عشان ما يستقبلش. لكن هو امتى هيبدا يهاجم؟ لو استقبل هدف هيبدا يهاجم، ولو قرر يهاجم فهو هيبدا يطلع بواحد من الظاهرين على الاقل، يعني يحيى عطيه الله او العملود الناحيه الثانيه في الجهه اليمنى، لو ما طلعوش الاثنين هيبقى على الاقل واحد منهم بيطلع. فبالتالي احنا اكتر حاجه محتاجينها النهارده التزام حسين الشحات وبيرستاو بانهم يقدموا الادوار الدفاعيه، واكتر حد انا يعني بشوف انه هيبقى ليه دور مهم جدا جدا في افساد التحولات وافساد نقاط القوه في الارتداد عند الوداد هو اليو ديانج. ليه؟ لان ثنائيه يحيى عطيه الله مع المترجي في الجهه اليسرى بتبقى اقوى كتير جدا من الجهه اليمنى، وبالتالي ان ما تسيبش محمد هاني في موقف واحد على واحد ابدا مع المترجي، وبالتالي ان يحيى عطيه الله ما يصلش للخط ويعمل كره عرضيه، ده متطلب جهد عالي جدا جدا وتركيز عالي جدا جدا من اليو ديانج. فبالتالي بشوف النهارده ان الالتزام لخط الوسط والالتزام اللاعبي المقدمه في القيام بالادوار الدفاعيه هو اللي هيسهم ان شاء الله باذن الله في ان احنا ما نستقبلش هدف، وعدم استقبالنا هدف باذن الله ومكسبنا باي نتيجه، يعني اذا ما استقبلناش هدف فوزنا باي نتيجه ان شاء الله بشوف ان احنا قطعنا نصف الطريق، وباذن الله قادرين كمان ان احنا نعمل نتيجه ايجابيه في المغرب ان شاء الله. طيب انت قلت ان نقطه الضعف الوحيده الجاب اللي ما بين عطيه طلة والمترجي، مظبوط كده؟ تمام. لا في نقطه طيب. تانية بس كنت لسه اكلمك عن الغيابات، يعني هو عنده استبعادات فنيه، عنده 3 لعيبه تم استبعادهم فنيا، وعنده اصابه، وعنده اللعيب اللي كان موجود في القاهره وجات له زاد، طبعا بنتمنى له كل السلامه والشفاء العاجل، لكن هل هذه الغيابات هتكون مؤثره على الوداد؟ اهم غياب هو حيمود، عبد الله حيمود، هو اللاعب المبتكر في الفرقه، اللاعب اللي عنده الحل الفردي، اللي عنده القدره على ان هو يتقدم الكوره ويعمل المراوغه، فطبعا غياب مؤثر جدا جدا جدا، وربما ما كانش يبدا النهارده، يعني هو بالتاكيد كان من الوارد جدا جدا يبدا برضا الجعدي مع جلال الدين الداودي ومعاهم يحيى جبران في ثلاثي نص الملعب، انما كان وجود حيموت حتى على الدكه ورقه قادره في اي وقت تحدث تحول كبير جدا في الشكل. ليه؟ لانه اللعيب المهاري الحريف اللي بيجري بالكوره اللي بيروح الجون. فبالتاكيد انا بشوف ان غياب حيمود مؤثر، لكن مع بدايه المباراه والشكل التنظيمي الدفاعي مش هتحس بان في غياب خالص، لان هو افضل تركيبه دفاعيه لوسط الوداد هي موجوده، الجعدي مع الدودي مع يحيى جبران، ثلاثي بيدافع بشكل كويس جدا. لكن الدودي والجعدي لما بيتقدموا علشان يعملوا ادوار هجوميه عشان يدخلوا ال 18 يستقبلوا كرات عرضيه يسيبوا مساحات، فانا اتمنى النهارده ان هم يطمعوا شويه وان هم يتقدموا، ولو كنت اشك في ده هيساعدنا كتير جدا، ربما يحدث في فترات لو قدرنا نسجل هدف بدري ده هيحصل.
كده كده لو سجلنا بهدف بدري هيحاولوا يتعادلوا، فهنشوف خروج ليهم كتير، هيفتحوا الملعب. هنشوف خروج من اللاعبين الوسط، وحتى الظاهرين اللي على المود في اليمين ويحيى عطيه الله في الجهه اليسرى هيحاولوا يطلعوا كتير، فبالتالي هتظهر مساحات ونقدر ان شاء الله نقرر نفس نتيجه الرجاء وربما ليه ما نقولش اكتر ونقدر نحسم بدري في القاهره ان شاء الله. طب احنا بنتكلم على مدار البطوله كلها، شايف مستوى النادي الاهلي عامل ازاي مع يعني مع كولر؟ هل احنا نقدر نقول ان شاء الله نقدر نعمل فوز ونحقق الفوز النهارده وفي البطوله؟ انت شايف ازاي مستوى النادي الاهلي عامه مع كولر؟ في الحقيقه انا بشوف ان النادي الاهلي مع كولر مر باكتر من مرحله، حاليا بيعيش افضل مراحله. هو ابتدى الاول يعني مش احسن حاجه، بعد كده مسك، اول ما مسك اللاين زي ما بيقولوا خلاص الاهلي مفيش، ما شاء الله مفيش حاجه موقفاه. كان بيستكشف الامور واستكشف طبيعه الكره في افريقيا وطبيعه الخصوم وطرق اللعب. حاليا هو مدرك ان الكره في افريقيا محتاجه اكتر انت تكون في حرص اكتر. يعني هو بيحب الكره الهجوميه، بيحب فلسفه اللعب المفتوح، لكن ده مش مع كل الانديه، ومحتاج ادوات معينه، وهو شاف ان الادوات الحاليه اللي معاه في النادي الاهلي ما تسمحلوش ان يطبق له الفكر اللي كان جاي بيه، لكن قدر يحدث تحسن كبير، قدر يلعب بشكل اكثر، في اكثر توازن من الفكر اللي كان عليه طوال مشوار البطوله. اقدر اقول النادي الاهلي هو الفريق الاقدر والاحق بهذا اللقب. شخصيا كان اكتر فريق مقنع بالنسبه لي هو سان داونز. سان داونز الحمد لله خرج بره البطوله، وانا كنت بتمنى ان هو يخرج من الوداد، وبرده عكس الاغلبيه اللي بتشوف الفتره الاخيره ان الوداد هو الفريق الاصعب وان هو الفريق صاحب اللقب وان الموضوع في الدار البيضاء اصعب، لكن انا بشوف وعلى يقين ان احنا تنظيميا افضل، وحتى على مستوى الافراد زي ما فان ديت بروك المدير الفني للوداد قال في المؤتمر، وانا يمكن انا شخصيا حللت ده لمست فيه بعض الخوف، ان هو بيقول ان المباراه هتكون فيها نديه شديده وتقارب من الاثنين، هو شايف ده حقيقي، لكن هيحسمها الافراد، لكن الافراد هيبقى ليهم دور كبير. وخلي بالك هو ده بيعكس مخاوف جواه انه مدرك ان افراد الاهلي افضل. صحيح. يعني انت لما تيجي تقارن افراد الاهلي في كل الخطوط هتلاقي افراد الاهلي افضل، وانا بشوف ان هي المباراه فعلا هتبقى تنظيميه، وان شاء الله يصدق حدسه ونشوف ان افراد الاهلي بيحسموا المباراه النهارده ان شاء الله. طبعا كل الشكر ليك، احنا بنتمنى فوز النادي الاهلي ان شاء الله ويحسم البطوله في مباراه الذهاب. شكرا ليك سعيد علي الناقد الرياضي، شكرا جزيلا. شكرا استاذ.